بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج والذي اعتدنا وتعودنا فيه أن نلتقي بالقادة لنتعلم منهم كيف تدار الأمور. مشاهدينا الكرام، قبل أن أبدأ، كنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وقلنا مضروب حصار على مكتبه، والرجل هناك من يريد أن يأخذ الرجل بعيدا عن عمله، إلا أنه كان أذكى من الجميع. أعلن منذ صباح اليوم أنه سيلغي كل الاحتفالات ولن يحضرها، لأنه يريد العمل الجاد. بعدما رأينا كانوا يأخذونه إلى مكان بعيد لا يجب أن يكون فيه. شكرا سيادة اللواء، شكرا معالي الوزير، وشكرا لمحافظ المنوفية. أكثر الآراء الآن أنه أنشط المحافظين تواضعا وتفاعلا مع الجمهور. قريبا إن شاء الله سوف يكون معنا محافظ الفيوم في حلقة، محافظ المنوفية في حلقة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، أما اليوم سوف نتحدث عن شيء جديد، الحراك السياسي في مصر. أحزاب كثيرة ربما لم تشبع رغبات أو لم تنال رضا كثير من أهل مصر، منظمات وهيئات كثير منها شو إعلامي فقط لغير، لم نرى منها على أرض الواقع شيئا يرضي الشعب المصري. منذ شهور قليلة إن لم تكن أيام تم الإعلان عن مبادرة مجلس القيادات الشبابية لأبناء وادي النيل. هذا هو عنوان الحلقة، تعالوا بنا قبل أن نبدأ أرحب بضيوفي الكرام. بداية أرحب بسيادة اللواء شبل عبد الجواد عقيد عضو المكتب التنفيذي ومجلس الأمناء. سيادة اللواء أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا. أهلا وسهلا. كما يسعدني ويشرفني أيضا بشمهندس إبراهيم مغيب منسق العام لمحافظة الفيوم. شمهندس شرفتنا ونورتنا. سيادة السفير الأستاذ مصطفى الشربيني الأمين العام لمبادرة مجلس القيادات الشبابية لدول حوض النيل. اهلا بيك. اهلا وسهلا مستفير ولا حاجه يا فندم، ماليش علاقه بالسفره ولكن محاسب قانوني امين عام المبادره. بس امين عام المبادره مش تسلم. يسعدنا ايضا ويشرفنا على هواء مباشره دكتوره حنان قنديل منسق مجلس القياده الشعبيه محافظه كفر الشيخ. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور. أهلاً. رمضان، واهلا بقيادات وادي النيل، واهلا بمتابعينا الكرام مشاهدي قناه LTC الفضائيه، وبنتمنى نكون ضيوف خفاف على الحلقه ويسعد بها الجميع. شرفتونا ونورتونا. سيادتي اللواء، بدايه لو حبينا نعرف فكره عن هذه المبادره، هل هي حزب، هل هي منظمة، هل هي جمعية خيرية؟ نريد أن نعرف. تفضل حضرتك. هو الحقيقة أنت حضرتك يعني قلت في الأول الجمعيات كتيرة قوي والمنظمات كتير قوي وكلها فعلا شو إعلامي ما بتنزلش على أرض الواقع ولا تؤدي شيء للمجتمع المصري. تمام. إنما الحقيقة المبادرة دي اللي هي حديثة جدا بقى لها يمكن 3-4 شهور وبتضم نخبة من شباب الجمهورية، شباب محترم جدا، أنا شايف يعني شباب عنده دافع وطني كويس قوي، بالإضافة إلى بعض الخبرات السياسية الموجودة وبعض الوزراء السابقين وبعض القيادات العسكرية والقيادات الأمنية بتدعم هذه المبادرة. تبعين بقى من داخل أبناء المبادرة؟ هي ماخل ابناء المبادره وفي ظهر هؤلاء الشباب عشان نكون واضحين. تمام. لان هم اصحاب الفكره، عشان برضو الدنيا تبقى واضحه، هؤلاء الشباب اللي قاعدين قدام حضرتك هم اصحاب الفكره واصحاب المبادره، كل القيادات اللي موجوده دعم لهؤلاء الشباب. هي الحقيقه الفكره برضو يا دكتور فكره ممتازه جدا، لان احنا فقدنا الهويه الافريقيه، مش عاوز اقول فقدنا كمان الهويه العربيه. تمام، خدت بال حضرتك. فاهداف المبادره انا شايفها، انا هرجع للاهداف بس اخد سؤال استاذه نجات من الفيوم. السلام عليكم استاذه نجات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي سعادتك دكتور رمضان؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. والله يا دكتور رمضان انا عندي مشكله كبيره جدا في الفيوم، عندي 12 طفل حصلوا على حكم محكمه الاسره بنقلهم لمدرسه المستقبل التجريبيه، الكلام ده كان في شهر 7. تمام. 8/8 ارسلت هيئه قضايا الدوله لوكيل الوزاره بوقف تنفيذ الاحكام دي. تمام. علما بان الاحكام دي اتنفذت في شهر 7. تمام. والمدارس الزمت الاهالي بدفع المصروفات. تمام. 18/8 هيئه قضايا الدوله طعنت على الحكم ده. الاهالي قصادهم عملوا استئناف وفي جلسه في 30/11. تمام. الاطفال دول ملفاتهم يا دكتور رمضان في المدرسه ومصروفاتهم اتدفعت في المدرسه وكتبهم من المدرسه ونفس الاطفال موجودين داخل المدرسه. لكن بامر ان الدكتور عادل عبد المنعم وكيل الوزاره
بعدم الاستاذه ايمان حسين مديره التجريبيات بعدم ادراج الاطفال دول على قوائم الفصول. والاطفال دول بيروحوا المدرسه كل يوم وبيتحطوا في حوش المدرسه. تمام. عن الاطفال دول اعمارهم متفاوته، سته ابتدائي، رابعه، ثانيه، وتي جي تو. وبيتعاملوا ومنعوهم من تلقي العمليه التعليميه داخل المدرسه، ومعاملتهم معامله سيئه جدا. وحقيقي استغاثنا بالسيد المحافظ السيد عصام سعد. الراجل كان مشكور جدا فعلا، يعني رد الاستغاثه واتصل عليا شخصيا، وانا حقيقي قلت له ده كتير جدا علينا. تمام. وقعد بدراسه الموضوع وقال بالحرف الواحد ان انا هدرس الموضوع ده، انا ما يرضينيش ان اولادنا يبقى في الشارع. لكن لحد النهارده يا سعاده الرئيس الولاد دول برضه بيتعاملوا نفس المعامله، وبيطلعوا بيتحطوا كلهم في حوش المدرسه ومش عارفين. استاذ نجاة شاكر لحضرتك، ان شاء الله اتابع ان شاء الله غدا الاثنين صباحا بعد ان نوجه استغاثه للسيد اللواء وزير اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزاره التربيه، ان شاء الله غدا ساتابع معهم الامر وابلغ حضرتك. استاذ بيبو التليفون معاك بعد الحلقه، انا اتواصل ان شاء الله. ارجع لحضرتك سياده اللواء واهداف المبادره. الحقيقه المبادره هي تكامل بين شباب تمام وادي النيل. طب حضرتك ده اهم هدف فيها من حيث تمام تكامل، سواء ثقافي، واحنا ثقافتنا طبعا في افريقيا كلها واحده، سواء تكامل طبي، سواء تكامل بيئي، سواء تكامل في كل المجالات وفي كافه المجالات اللي موجوده. والحقيقه برضه يعني يفترض كمان اريتريا واوغندا واثيوبيا والسودان 11 دول حوض النيل تقريبا 11 كلهم احنا بدأنا يعني الفكره ان كلهم في وقت كله مع بعض مع بعض. لا ما اعتقدش هيبقى كله في وقت واحد، هو لا يعني هيجي يوم من الايام يبقى كل دول حوض تقريبا. وان شاء الله وانا بوجه نداء من هنا مش افريقيا بس والعرب كان ما شاء الله، يعني انا بقول للشباب ده تواصلوا كمان مع الشباب العربي، تواصلوا كمان تمام. عشان نعيد الهويه العربيه والهويه الافريقيه اللي الحقيقه في ظل الظروف اللي المنطقه بتمر بيها من سنوات فقدت تماما. تمام. وانا اعلم هذا. احنا النهارده بيننا وبين السودان اللي احنا بادئين بيها، او المبادره بادئه بيها السودان وجنوب السودان، عشان اخواننا في الجنوب برضو يعني الحته دي يبقى السودان وجنوب السودان هم احنا بادئين بيها، ولكن ان شاء الله ستمتد بعد كده الى بقيه ال 11 دوله اللي هي في حوض النيل. تمام. انا هرجع لحضرتك الجزئيه دي بس اشوف الاستاذ مصطفى الشربيني حضرتك الامين العام لهذه المبادره. اهلا وسهلا بيك. انت حضرتك شايف بدايه الانطلاقه، يعني دايما الانسان لما بينطلق كما يقال اللقطه الاولى التي تدوم، انت تعتبر بداتوا فعليا ولا لسه هتبداوا؟ سعادتك احنا بدانا على المستوى الشعبي. تمام. فعليا، وبنبتدي نكرس جهودنا لملتقيات ومنتديات علشان نقدر نخرج قاده لابناء وادي النيل. على سبيل المثال احنا يعني وبمساعده جميع اجهزه الدوله بتافور الشباب، وسياده اللواء قال ان معظم الجهات السياديه في الدوله تدعم هذه المبادره، وسعادتك احنا يعني من هذا المنطلق في ملتقى في وزاره الشباب والرياضه، الملتقى الاول لشباب وادي النيل، بس ده على المستوى الداخلي على يعني مستوى العربيه. لا، وطلبة سودانيين بيدرسوا في القاهرة وافدين. تمام. هيبقوا معنا في الملتقى ان شاء الله، على اساس ان احنا دي البذرة اللي جاية لمنتدى كبير هيقبل مدة اسبوعين في اسوان والقاهرة، وهيحضروا شباب من السودان. تمام. ويحصل تبادل زيارات، وان شاء الله حتى يلتحق به بعد كده جنوب السودان وبقيه الدول الافريقيه. تم تحديد وقت ليه ولا لسه لم يحدد؟ هو احنا يعني اخترنا ميعاد مبدئي 15 ديسمبر، ممكن يكون قابل للتعديل لان الملتقى ده هيكون ملتقى كبير ممكن يجمع الاف الشباب في تمام. الوقت ده. والمجموعه الاولى اللي هتكون موجوده هيبقى ليها زياره للقاهره خاصه هنا، بحيث انهم يلتقوا مع المسؤولين المصريين يعبروا عن مشاكلهم في ان ليه احنا ما تتمش يعني وحده بين الشباب، وما واتفاقيات التكامل ليه ما نبداش نحيي اتفاقيه التكامل والحقوق الاربعه، يعني في حاجات كتير جدا مشاكل عالقه عاوزين يعبروا عنها الشباب السوداني في من خلال لقاءاتنا معاهم خلال الفتره الماضيه، يوجهوها لبعض المسؤولين في الاداره المصريه ان احنا يعني محتاجين دفعه
من دول الجوار عشان نمو السودان وتنمية السودان، وان الشباب السوداني يقدر يتواصل مع الشباب المصري بدون اي حزازيات. مصطفى، انت عندنا دلوقتي مثلا في مقر موجود في القاهرة لهذه المبادرة؟ في مقر في القاهرة موجود. طب المحافظات؟ المحافظات هنبدأ نعمل في مقرات، ولكن في تنظيم شبابي كامل بحكمائه ولجانه في المحافظات، كل محافظات مصر. كل محافظات مصر تم تشكيل دلوقتي حاليا؟ تم تشكيلها وشباب على اعلى مستوى من الثقافه والوعي لان احنا بنخرج قاده. القائد ده بيكون نموذج كانه سفير للمبادره، يقدر ينشر الفكر بتاع المبادره في جميع ربوع المحافظه وجميع البلاد اللي ممكن يحصل فيها تبادل الزيارات. باشمهندس ابراهيم، حضرتك منسق محافظه الفيوم، ازاي الفكره وبالاختيار بتيجي وبناء عليها؟ حضرتك انت منسق الفيوم، هل اي حد مثلا عايز ينضم معاك في المبادره ينضم، ولا في ضوابط في شروط للانضمام لهذه المبادره؟ اولا برحب بحضرتك وبرحب بالساده الضيوف، وبقول لحضرتك ان في شروط وفي ضوابط مصطفى بيه يمكن ارسلها لنا، ويمكن الاسماء اللي طلعت من الفيوم كلها اسماء دكاتره جامعات ومهندسين، شباب كله متعلم، شباب جامعي. يمكن حضرتك كان فيه امبارح اجتماع للمبادره في الفيوم، 90% من اللي كانوا متواجدين او 95% من المتواجدين راضيين عن الاداء. لا هو فعلا كان اجتماع مشرف، يمكن سياده اللواء ومصطفى بيه هيشوفوا دلوقتي حاليا تقرير عن امس. كانت محافظة الفيوم كما هي كالعادة سباقة، الفيوم التي كان يقال عنها إرهابية، فيوم ليست إرهابية، الفيوم من أفضل ناس أطيب ناس، هم دايما مع الدولة. ويمكن سيادة اللواء ومصطفى بيه والمشاهدين هيشوفوا معنا تقرير في الفاصل عن أمس والشباب اللي كان حاضر أمس والعقليات. أنا فعلا كنت سعيد جدا جدا أن عندنا في مصر هذه العقليات وهذا التفكير، رغم منهم من لم يتجاوز تقريبا 23 سنة طلب الجامعة، وكان طرحهم أمس كان روعة في الجمال وغاية في الجمال. بس سؤال حضرتك، يعني أي نعلى ابن من أبناء الفيوم عايز ينضم لهذه المبادرة؟ اي حد بيكلم حتى المبادره في القاهره، المبادره بتوصله بيا، بتواصل معاه، بعرف هو ايه مؤهله المتواجد عليه وسنه كام سنه، ويعني بنتحرى الدقه في دخول اي حد للمبادره، لان احنا مش عايزين نعمل زي الاحزاب او الكيانات اللي موجوده على ارض الواقع ونقع في مشاكل واختلافات واختناقات احنا في غنى عنها. تمام. فيمكن الأسماء اللي موجودة مش في الفيوم، لا في الجمهورية كلها، كلها قادة شبابية تنفع تقود أي مكان في الجمهورية. برضو أنا حبيت أوجه تحية لبعض كبار السن، القادة اللي هم مثل باشمهندس مصطفى من أمس، رجل عالم من أعلام محافظة الفيوم، وهو داعم للشباب، وكثير مجدي سمحان، مجموعة كبيرة جدا كانت من القادة بجد والسن الخبرة. أنا بقول الجميل في المبادرة دي العضلات الشباب والعقل أصحاب الخبرة. باشمهندس إبراهيم، أستاذن حضرتك عشان أروح للدكتورة حنان أنديل ومحافظة كفر الشيخ، حبايبنا كفر الشيخ وأخبار السمك عندكم والدنيا عندكم عاملة إيه؟ لا زال سيادة اللواء على السمك. سيادة اللواء صولات وجولات في محافظة كفر الشيخ وقعد يشكرني فيها قد كده. أه طبعا قعد يشكر كده. أه طبعا. في البداية طبعا أنا عايزة أتكلم الأول عن مبادرة مجلس القيادات الشبابية لأبناء وادي النيل كتايتل، هو فعلا يعني يستوجبنا الوقوف عنده. تمام. لأنه بيحتوي على شقين مهمين جدا. الشق الأول هو القيادات الشبابية. تمام. وده لأن الشباب هم الثروة الحقيقية للمجتمع. تمام. لأنهم يمثلون 60% من التعداد السكاني، إذن هم القوة المؤثرة في في المجتمع فعلا. تمام. ويمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالشباب فعلا من خلال عمل مؤتمر الوطني اللي انطلق في مدينة شرم الشيخ ثم والإسماعيلية ومنتدى شباب العالم وأيضا الإسكندرية واللي
اتشرفت انا بحضور ضمن 3000 شاب، ويمكن حبان القدر اختارني السيد الرئيس ضمن 20 شاب من خريج البرنامج الرئاسي لمتابعة ملف العشوائيات في الاسكندرية بالاستطلاع جوا عبر طائرة حربية. القيادة السياسية بتهتم بالشباب وبتدعمها لانها هي قاطرة التنمية وهي الداعم الحقيقي للتنمية في الدولة. الشق الثاني وهو ابناء وادي النيل. في فرق طبعا احنا نعرفه بين دول وادي النيل ودول حوض النيل. دول وادي النيل بتضم مصر والسودان وجنوب السودان. دول حوض النيل كما ذكرت حضرتك دكتور رمضان واللواء شبل ان هي بتضم 11 دولة طبعا. كان سبب اختيار المبادرة في البداية لوادي النيل اولا لان دولة السودان هي الاقرب لنا في الجوار. ثانيا لانتشار الجاليه السودانيه بشكل كبير جدا، يمكن في اعداد كبيره حوالي 6 مليون تقريبا 6 مليون منهم اللاجئين السياسيين والواجدين للدراسه والباحثين عن فرص عمل وكذلك. طبعا هو يعني المناسبه دي في مقوله استوقفتني عجبتني بصراحه لمفكر واديب كبير جدا بيقول اذا كانت مصر أم الدنيا فالسودان أبوها. يعني دي بتدل على مدى ترابط والتراحم طبعا ما بين مصر والسودان، وهي بالفعل مصر والسودان كانت دولة واحدة في عهد محمد علي باشا إلى تم الانفصال إبان ثورة يوليو عام 52 على يد بريطانيا. تمام. إن شاء الله كما ذكر السيد الأمين العام إن هيكون في ملتقيات ومنتديات تجمع شباب مصر والسودان لتقريب وجهات النظر القادم أفضل إن شاء الله لكي نكون داعمين للقيادة السياسية وخلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حبا في الوطن وغيرة وخوف على مقدرات الوطن. إن شاء الله القادم بالنسبة أفضل. حضرتك اللي كفر الشيخ طبعا هرجع عليك في كفر الشيخ ده تعالى هرجع سيادة اللواء، يمكن حضرتك ذكرت ان هذه المبادرة الجهات السيادية في الدولة او الدولة تدعمها، يمكن شيء طبيعي اذا كان اعمل حزب داخل مصر لازم ناخد موافقات. صحيح. فبالتالي كده تحالف دولي. صحيح. فلا يمكن ان يكون في ربط مع دوله بدون ما امر على الساق، ودي يمكن رد على بعض الاشخاص اللي تشكك في هذه المبادره. لان صفحه البرنامج كثير حتى من شباب المبادره بيقول لك يا جماعه عايزين مظله شرعيه اشتغل تحتها. يعني احنا اجتمعنا امس، الاجتماع ده شرعي ولا مش شرعي؟ فعايز حضرتك تطمن الشباب ابناء المبادره اولا ثم الجمهور الخارجي، هل هذه المبادره فعلا لها مظله شرعيه قانونيه ودوليه تعمل؟ الحقيقه انا عاوز اقول لحضرتك قبل ما نرجع نحضيف بس للدكتوره حاجه جميله كده بسيطه، هي مبادره شبابيه. تمام. والشباب هو مصدر ثقافه وحضاره وامن هذه الدولة، وكل المنضمين في المبادرة كلهم شباب ما شاء الله، يعني شباب ما شباب ما يعني كلهم شباب يعني انا عاوز اقول هي فعلا فعلا من غير شباب، يعني اللي حمى مصر هم الشباب اكيد، اللي امن مصر في الثورتين هم الشباب. تمام. وعلى ايدي انا. تمام. هم شباب هذه الدولة، فالشباب مصدر ثقافه وحضاره وامن هذه الدولة، ونجاح المؤسسة العسكرية كون انها معظمها الشباب، معنى جنود من 19. انا قلت اللي حمى مصر في الثورتين هم شباب، شباب 19 و20 سنة. حضرتك ابن من ابناء القتل. انا الحقيقه كانوا بيشتغلوا معايا وكنا في الشارع. نعم. هؤلاء الشباب هم من حموا مصر في هذا التوقيت. لو حبينا نعرف بس نبذه مختصره عن حضرتك للجمهور سريعا كده. انا اللواء شبل عبد الجواد، رئيس قطاع مكافحه الارهاب للمنظمه العربيه الافريقيه. تمام. ورئيس الشرطه العسكريه الاسبق. خلال ثورتين عانيت مع الشارع. نعم. وشفت كثير. وحضرتك رجع مرة تانية تشتغل في الشارع من اجل مصر. اكيد. واشتغلت في كفر الشيخ طبعا، هم اكيد لما انت سكرت لنا فيها بصراحة اللي فتحت نفسنا كفر الشيخ يعني. هم ناس جمال الحقيقة. وناس انا بطلع ان هذه المظلة، هذه المبادرة. نعم. بتدعمها الدولة. مظلة شرعية. مظلة شرعية جدا بدليل حاجة بسيطة، او موافقة وزارة الشباب الرياضة. نعم. على اقامة الملتقى يوم 8. ده امر اعتقد أكيد. مش هيوافقوا يعني أكيد. من الهوا يعني العقل كده بيقول طالما في ترابط مع دول خارج مصر مستحيل يكون في ترابط بينهم وبين الدوله. بس انا هقول حاجه، هم عشان برضو تبقى الدنيا واضحه، احنا بنتكلم عن شباب. تمام. احنا بنتكلم عن مستوى شباب، ما هو في شباب سني وفي شباب قلب.
مش مشكله خلينا كلنا شباب احنا نتكلم شباب عشان ما حدش في يوم يتوهم انه هيتكلم باسم مصر اللي احنا عندنا وزارات وعندنا احنا كلنا بنعمل ترابط بين الشباب الافريقي نقرب وجهات النظر بين الشباب بتاعنا اللي هو ما اللي هو اصبح الان وحضرتك اكيد عارف مضلل اكيد اكيد انا هرجع لحضرتك تفضل الشباب سيادة الامين العام لهذه المبادرة حبيت اعرف من حضرتك طبعا سياده اللي هو نجم ومعروف ومن ضمن الناس اللي مصر كلها تعرفه طبعا قبل اسامي برضو بعض الاشخاص اللي هي الشخصيات العامه المنضمه لهذه المبادره المبادره اكتر من مجلس والمجلس الرئيسي فيه طبعا مجلس قيادات شيء اللي المنسقين متواجدين فيه وفي مجلس الأمنة اللي بيدير المبادرة بالكامل برئاسة الدكتور مسعد عويس. الدكتور مسعد عويس ده عالم من أعلام مصر كان ماسك جهاز رئيس جهاز الشباب والرياضة السابق ونقيب المهن الرياضية أستاذ العلوم التربوية في جامعة حلوان تمام. رئيس المكتب التنفيذي اللي هو أحمد زغلول ده نائب رئيس المخابرات الحربية السابق يعني راجل شخصية راجل كبيرة ونشطة لكن نواب كمان الدكتور مسعد عويس اللي هو احمد جاد منصور ده رئيس اكاديمية الشرطة السابق وكان مرشح انه يكون محافظ الفيوم في الفترة الاخيرة دي وفي بقى معاه الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر ما شاء الله ده لشؤون الاحزاب والقبائل العربية نائب ليه ومعاه كمان الدكتور مجدي علام استاذنا واستاذ الشباب كلها ولصق معظم شباب مصر من خلال الاتحاد الشباب العربي للبيئة وماسك رئيس حزب مصر بلدي كمان تمام الاستاذ جمال الشريف السياسي المعروف نائب ليه الاستاذ نصر مطى رئيس الحملة المصرية في الخارج اللي كانت حملة الرئيس في الخارج للثلاث حملات موجود برضو نائب ومنسق عام الخارج وفي الاستاذة ست البنات زوجة رئيس مجلس الجالية الأعلى الأعلى للجالية السودانية برضو من نواب الرئيس مش لكن في قامات تانية في المجلس التنفيذي كبيرة زي اللي هو هستاذ معاك مصطفى بس معايا تلوى الهرش هرجع لحضرتك تاني بس معايا اتصال تليفوني مهندس سمير الشبراوي وكيل وزارة التنمية المحلية سابقا السلام عليكم باشمهندس عليكم السلام ورحمه الله اهلا بيك دكتور رمضان اهلا حبيبي اسعدتنا وشرفتنا بالاتصال معاك سعيد جدا بهذا البرنامج الجميل وسعيد اصلا بضيوفه المحترمين وسعيد قوي بهذه المبادره العظيمه اللي بتسري ثراء كبير جدا في الشارع المصري حاليا بتوجه شكر لسياده اللواء شبل وايضا لايقونه المبادره الاستاذ مصطفى الشربيني وبتوجه ايضا بالشكر للسيدة الدكتورة حنان انديل دي ايقونة كفر الشيخ حقيقة اعمال كثيرة جدا بتعملها من خلال هذه المبادرة برضو بتوجه بالشكر للاخ منسق الفيوم المهندس ابراهيم وبتوجه بالشكر لحضرتك انت دكتور رمضان لان انت اسعدتنا بهذا البرنامج الجميل وبتدي فرصة للشعب المصري انه يتعرف على هذه المبادرة من خلال برنامج تحضر ونحن سعداء بالتصال مع الباشمهندس ولكن اتمنى يكون بيننا لقاء مباشرة للحديث عن التنمية المحلية وملف المحليات حيث بالاهمية ما له مكانة عند الجميع فان شاء الله في انتظار اتصال مع معاليك وتحديد موعد نكون في لقاء على الهواء مباشرة شكرا باشمهندس سمير الشبراوي وكيل وزارة التنمية المحلية ارجع لحضرتك تاني وسريعا كده اذا كان هذه المبادرة على يقوم على رأسها نخبة من الوطنيين انا عاوز برضو اكمل حتة أتفضل. يعني انا اتكلمت ولكن احنا معانا في مخزن القيمة في المبادرة لسه ما اتكلمتش عنه مخزن القيمة في معانا 10 عمداء كليات ورؤساء جامعات موجودين في المبادرة ده المخزن هم المختصين بأمور الشباب طبعًا. زي مثلا الدكتور محمد صالح هاشم عميد أكاديمية السادات للتدريب عميد للتدريب طبعًا. مركز التدريب بأكاديمية السادات ومجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للشباب تخصصه تخريج قادة لما يبقى ده مسؤول راجل زي ده مسؤول الشباب وتأهيل وتثقيف وتدريب الشباب في المبادرة تعرف ان المبادرة ماشية بطريقة علمية وماشية بطريق انه احنا فعلا
عاوز اخرج قاده محمد صالح فعلا في بلادهم كلنا في بلادهم في يوم من الايام هو الصف الثاني ان شاء الله الصف الثاني شئنا شئ من شاء من ابقى الشباب والشباب اليوم والحاجه الثانيه اللي عاوز اركز عليها ان المبادره اولا لا تتقاضى لا ما فيش كلها مجانيه تمام حتى الكارنيه مجاني تقول لي مين اللي بيمولها احنا مجلس الامناء اللي مع بعض لا في تمويل خارجي ولا داخلي ولا من اشخاص ولا بنبيع كرنهات لا المبادره بيدخل الشاب فري ولكن يعني اي شاب ياخد الكرنيه مجانا مجانا ابراهيم مجانا دكتوره مجانا شباب مش احنا بنعلنها عشان ما حدش انا هرجع لك كذا جزئيه كده بس اروح للبشمهندس ابراهيم بشمهندس ابراهيم يمكن محافظه الفيوم محافظه يعني لم تاخذ حظها كثيرا على مر العصور خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه محافظة جاذبة للاستثمار إلا أن شبابها يغادرها صباحا إلى محافظات أخرى ثم يعودوا إليها وللأسف حتى هذه اللحظة سمعنا عن مشاريع كثيرة على أرض الواقع لم يتم شيء هل بالإمكان تنقل نبض الشارع الفيومي إلى هذه المبادرة يكون سبب وداعم رئيسي في التنمية في محافظة الفيوم؟ ده أكيد الكلام اللي قلت حضرتك ده أكيد وده واقع موجود وملموس شباب الفيوم فعلا بيخرجوا يوم الصبح ويرجع آخر يمكن كلمت مع مصطفى بيفتا وإن شاء الله في زيارة قادمة الأسبوع الجاي يعني هيبقى موجود فيها سيادة اللواء شبل ومصطفى بيه واللواء أحمد زغلول واللواء أحمد جاد وهننقل نبض الشارع الفيوم لسيادة المحافظ ونقول على المشاريع المتوقفة ليه مش شغالة ايه اللي ينقصها عشان تشتغل مع ان التمويل موجود والفلوس موجود ايه هي المعوقات اللي ادت لان المشاريع دي تبقى واقفة عدم حرص ابناء الفيوم خاصة من لهم مكان ونقولها بصراحة خوفهم على محافظة الفيوم المصالح الشخصية تضغط في الفيوم اتمنى من الجميع ان يجعل المصلحة العامة قبل الخاصة ما وصلت الامور الى ما وصلت اليه في محافظة الفيوم الا ان ابناء الفيوم انفسهم هم من باعوا الفيوم بشمهندس ابراهيم انا سعيد جدا جدا بتواجد معايا النهارده دكتوره كفر الشيخ مش اخذت حظها اللهم لا حسد من المشروعات الفتره لله. الاخيره الحمد لله هل من امور جديده تقوم بها المبادره لابناء كفر الشيخ حتى يشعروا بهذه المبادره ويكون لها المكانه والقياده والرياده في الشارع الحقيقة احنا بالفعل عملنا تشكيل هيئة مكتب بيضم اللجان الشبابية واللجان المتخصصة والمجلس الاستشاري ومجلس الحكماء ومنسقي المراكز وكلهم طبعا من قوام الشباب ومعنا كيانات كبيرة جدا يمكن المبادرة بتضم صفوة كوادر محافظة كفر الشيخ معنا عميد كلية ومعنا لواء أركان حرب بأكاديمية ناصر ومعنا العديد من أساتذة الجامعات والخراء والتنفيذيين وأيضا عدد كبير جدا من القيادات الشبابية خيرة القيادات الموجودة اللي فعلا لهم باع في العمل السياسي والخدمي والاجتماعي والعام ويمكن هم من أبناء الأحزاب والمؤسسات والجمعيات أنا كمان أيضا يعني أمينة المرأة الحزب المحافظين بكفر الشيخ ولكن إحنا اجتمعنا على هدف واحد وهو حب الوطن وخدمة المواطنين دون مقابل وابتغاء وجه الله وحده فالحقيقة فعلا المجموعة عندها حماس رهيب فعلا وعايزة تقدم للوطن عايزة تقدم لكفر الشيخ بشكل وإن شاء الله يكون في بروتوكول تعاون ما بين المبادرة وبين اللواء دكتور مهندس إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ في الفترة القادمة القريبة بإذن الله لتفعيل مزيد من المشروعات عندنا بحث مقدم من سيادة عميد كلية الآداب وهو المشرف العام للمبادرة معي في كفر الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله علام معاه بحث هائل عن مشروع الرمال السوداء وهو يعتبر مشروع قومي كبير جدا فبإذن الله يكون أفضل وتشرفينا والبشمهندس إبراهيم علاقات قادمة إن شاء الله بشمهندس إبراهيم أنا شاكر ليك دكتورة أنا شاكر ليك مشاهدينا الكرام نخرج لتقرير عن مبادرة القيادات الشبابية لأبناء وادي النيل بمحافظة الفيوم ثم نرجع مرة ثانية أهلاً دكتور أرحب أيضاً بمصطفى بي الأمين العام لهذه المبادرة مرة ثانية أهلاً بك شرف لينا تسلم حبيبي الله يبارك فيك كما يسعدني وشرف أن ينضم إلينا أيضاً دكتور عبد الرحيم أبو حرب منسق محافظة سوهاج لهذه المبادرة أهلاً بك دكتور تشرفنا فندي الله يعزك يسعدنا أيضاً ويشرفنا على الهواء مباشرة دكتورة شيماء كمال المنسق العام لمحافظة أسوان أهلا بك أهلا بحضرتك الله يسلمك
دكتور عبد الرحيم، يمكن من شوية شفنا محافظة الفيوم بدأت أمس بأول اجتماع لها وأعلنت أسماء الشباب والقيادات الشبابية التي انضمت إلى هذه المبادرة. عندك في المحافظة هل تم تشكيل فعلا شباب هذه المبادرة؟ اولا برحب بسياده اللواء شبل ومصطفى بيه وحضرتك يا دكتور مصطفى. احنا في سوهاج يعني اجتمعنا مع بعض مع المشرف العام لمحافظه سوهاج استاذ جهان علي ربيع، واتمينا التشكيل بتاعنا عباره عن مكتب تنفيذي شباب اقل من 35 سنه متخصصه ومجلس استشاري وحكماء. تمام. المجلس الاستشاري يراسه اللواء حسين المدني لواء شرطه سابق. تمام. ومجلس الحكام يرأسه الدكتور القس عماد تفيد بدر. تمام. ده رئيس الكنيسة الإنجيلية بسوهاج. تمام. وعندنا برضو رئيس لجنة المصالحات اللواء محمد أبو ضيف، ده لواء شرطة سابق أيضا. ومعظم التشكيل قيادة شبابية، يعني كل واحد في تخصصه، يعني مثلا أمين الإعلام راجل صحفي. تمام. أمين الزراعة راجل ليه علاقة بالفلاحين وبينهم وعارف مشاكلهم. تخصص. وعارف مشاكلهم، ولما نقول له ايه المشاكل اللي عندك يقول لنا المشاكل 1 2 3 4. تمام. بعدين في عندنا حاجة ضفنا حاجة اسمها لجنة الابتكار والإبداع، يعني أي شاب عنده فكرة عايز زي بنك معلومات. لا، شاب عنده فكرة عايز يطورها. تمام. أو مش عارف يعمل، عنده فكرة مش عارف يعمل ايه. تمام. احنا نوديه للخبير المختص مثلا في الجامعه، في الجامعه استاذ جامعه مثلا. تمام. يقول له تشتغل 1 2 3 4 ونشتغل على الفكره بتاعته، وبعد كده ايه نشوف له مؤسسه مثلا زي مؤسسه انجاز نادي الرواد، برضو عملنا معاه لقاء برضو وعملنا اجتماع للتشكيل كله. تمام. وقلنا كل واحد هيختمنا في ايه، او هنعمل بروتوكول مثلا مع وزاره الشباب، هنعمل بروتوكول مع وزاره الثقافه، بحيث ان احنا نكون جيل من القيادات الشبابيه قادر على تحمل المسؤوليه، شباب واعي ينبذ الفكر المتطرف. تمام. قادر على تحمل المسؤوليه وقادر على القياده بعد كده، لان الشباب هم يعني هم الثروه الحقيقيه، هم الثروه الحقيقيه. وبرنامج الرئاسي بتاع الرئيس يعني بيتكلم عن النقطه دي، فاحنا عايزين نعمل دعم وسبورت للقياده السياسيه في النقطه دي. تمام. ان احنا نعمل جيل من القيادات الشبابيه قادر على تحمل المسؤوليه وقادر على القياده بعد كده. تمام. استاذه حضرتك بروح دكتوره شيماء كمال ومحافظه اسوان، هل حضرتك تم تشكيل المكتب عند حضرتك؟ بالفعل تم التشكيل، واحنا كمان ركزنا في محافظه اسوان لان هي اقرب، يعني اقرب مكان للسودان، ان احنا بنعمل تكامل ما بين الشباب المصري وما بين الشباب السوداني وابناء وادي النيل عامه، زي ما بالنادي الوحده العربيه مشتركه احنا بالنادي لوحده ابناء وادي النيل، خاصه ان فكرنا تقريبا واحد وفي حاجات واشياء مشتركه كتير ما بيننا. تمام. فراعينا في التشكيل ان يبقى الشباب ده على قدر كبير من المسؤوليه والوعي والثقافه وتحمل المسؤوليه، في ان هو مش مجرد مش منصب او حاجه، لا ده تكليف، تكليف ان هو يتحمل مسؤوليه بلده ومسؤوليه التعاون مع دولانيه، فلازم يكون على قدر كبير الوطني، خاصه ان الشباب عندنا يعني او في الصعيد عامه في بعض التهميش، لكن في ظل الظروف الراهنه دلوقتي بقى الشباب هو اللي معتلي المنصات في المنتديات وفي المؤتمرات الحوار، وده شيء جميل فعلا. فاحنا بندعم ده جدا، فبقى في ناس بتسمعنا، لا احنا بنتسمع دلوقتي، وعندنا جهات كتير جدا يعني شايفه ان الشباب ده هيقدر يدي وهيقدر، غير الاول خالص ان احنا الشباب ده لا، ده احنا هنعتمد على، لا احنا بنعمل تكامل ما بين الشباب وما بين الاكبر سنا، بنستعين بالخبره وبنستعين بالمهاره وبالعلم، خاصه برضو انا بحس الدكتوراه، فلقيت بعض المشاكل، انا بشتغل في جامعه اسوان، لقيت بعض المشاكل ان انا بعمل دراسه عن المشروعات القوميه. تمام. فعملت استطلاع كده بسيطا، تعرفوا ايه عن المشروعات القوميه، او شعورك ايه ناحيه المشروعات القوميه لما بتسمع خبر تم افتتاح مثلا مشروع كذا، فلقيت ان في شباب ما يعرفش اصلا يعني ايه مشروعات قوميه. هو تقصير اعلامي تجاه الدوله قد يكون متعمد او غير متعمد، اصحاب القنوات الفضائيه يدفعون لمصالحهم الخاصه. هو يعني صحيح. اعلامي ومجتمعي والاسره، فكل ده لازم يبقى في تكامل ما بيننا، فلقيت ان المبادره دي حاجه كويسه جدا، ان انا يعني هعمل توحيد ما بين الشعوب ما بين الشباب، ان انت تخلق جيل او بلاش تخلق، ان انت تبني جيل يكون قائد ويكون على قدر ما يتحمل مسؤوليه. القائد ده يعني عنده مسؤولية كبيرة جدا، اي حد ممكن يصلح ان هو يكون مدير، بس مش اي حد يصلح انه يكون قائد. كل قائد مدير وليس كل مدير قائد. فاحنا بالنادي وراعينا في التشكيل بتاعنا ان احنا نكون
القادة بالفعل ان هم لما هي 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 يعني في ناس كتير هتنضم لينا من محافظات تانية، حتى اللي عرفوا من محافظات تانية سوهاج انا الاقصر، لا احنا بننشر الوعي وبننشر فكر المبادرة، خاصة ان هي ملهاش اي خلفية سياسية او حزبية. بالعكس ده اللي انا عايز اعرفه بقى من سيادة اللواء. سيادة اللواء يمكن حضرتك ذكرنا وبدأنا كلامنا ان هي ليست حزب وليست منظمة وليست جمعية خيرية. تمام. طيب انا عايز ابلغ المشاهد اللي بيشاهدنا حاليا، ما هذه المبادرة وكيف يكون هناك غطاء شرعي؟ ألا يجب على القادة في هذه المبادرة أن يذهبون إلى المحافظات للالتقاء بكل محافظ بحيث أن يعرف السيد المحافظ في مكانه ويمثل رئيس هذا المكان في المبادرة؟ تمام. ربما يحتاج إليه شيء، هناك مظلة شرعية. تمام. 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 أنا عاوز أقول حاجة بس عبر شاشتك الجميلة دي لكل الشباب اللي مشترك في هذه المبادرة وكل المسؤولين فيها، أن هذه المبادرة هي مش مبادرة تنموية. تمام. هي مش مبادرة عشان ما حدش يفهم ان هذه المبادرة هتروح تنمي محافظة كفر الشيخ. تمام. او هتروح تنمي في محافظة سوهاج. هذه المبادرة طبقا للي انا عارفه كويس قوي، هذه المبادرة هي بتقرب ما بين شباب وادي النيل. تمام. فكر. تمام. وثقافة ودعم للدول. ودعم للدول. تمام. بتقرب الشباب من بعضه، وزي ما قلت لحضرتك في البداية احنا فقدنا الهوية الافريقية. تمام. على سنوات. عاوزين نرجع هذه الهوية تاني، هنرجعها من خلال هذه المبادرة الجميلة اللي لازم. بس سيادة اللواء في مشكلة هنا. اتفضل. هذه المبادرة ربما لا تحارب من مصر، بس اظن ان بعض الدول ستقف ضد هذه المبادرة. انا عاوز اقول لحضرتك حاجة. هو طبعا في سلوكيات اكتسبوها نتيجة ان احنا بعدنا او هم بعدوا عن افريقيا في تمام. التوقيت ده. بأن مدة طويلة. السلام عليكم. معنا أستاذ عبدالظاهر من سوهاج. السلام عليكم أستاذ عبدالظاهر. عليكم السلام عليكم. اتفضل حضرتك. أولا بدأت على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام، وبرحب بأخونا وابن عرفت أبو عزيز الدكتور عبد الرحيم. عايز أقول له ربنا يوفقك إن شاء الله والموضوع ده يطول إن شاء الله. أهم مشاكل عرفت أبو عزيز مركز المرارة على كتافك من دلوقتي. عارف كل المشاكل في القرية، وفي مشروع قوم متوقف لفترة كبيرة، ان هو ان شاء الله يعني يكون اهل الثقة دي، واحنا فرحانين يعني بالمبادرة دي، وربنا يوفقكم ان شاء الله. سلامنا لأهلنا وحبايبنا في السعودية وفي دول الخليج وفي كل الوطن العربي. اتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق والسعادة، ولمصرنا الحبيبة ان تكون دائما في القمة وفي القيادة وفي الريادة. ارجع لحضرتك سيادة اللواء مرة ثانية، وحضرتك بتبين ان هذه المبادرة للترابط ما بين الشعوب. يعني طبعا الترابط بين الشباب، شباب خاصة في حوض وادي النيل، وزي ما قال الاستاذ مصطفى احنا بدأناها بالسودان وجاي في الطريق جنوب السودان. تمام. احنا معتمدين على الجالية السودانية الموجودة، ولكن لازم نروح لهم في السودان ويجونا في قلب القاهرة عشان نقرب، عشان نقرب تاني الحاجات اللي احنا بعيد. ارجع مرة ثانية مصر والسودان كدولة واحدة. هي بالفعل دولة واحدة، ولكن هناك تباعد في الفكر الشبابي شوية، واعتقد ده هدف هذه المبادرة. عايزين نرجع تاني مصر. بس سيادة اللواء يمكن حضرتك لما قلت ان هذه المبادرة غير تنموية، بس بهذا الفكر انت بتعمل ارض خصبة للتنمية، ربما ناس غير المبادرة رجال اعمال في المستقبل. انت حضرتك بتخدم عامل زي الدفاع ونص، والنص بيخدم على واحد حارس هداف يعرف يجيب اجوان. الشباب اللي في السودان والشباب اللي في مصر نعم من خلال هذه المبادرة هيبدأ يتحرك في اتجاه تنموي. إذن هي تنموية تعود لمجلس الاستثمار في المبادرة. بس بعد إذن حضرتك سيادة اللواء مصطفى بيه، يمكن حضرتك وسيادة اللواء أكد إن سهل إن أوصل لأبناء السودان الموجودين عندي في الجامعات، وعددهم تقريبا 6 مليون جالية سودانية. طب إزاي هتوصل حضرتك لأهل السودان الموجودين في السودان؟ يا فندم في تواصل من خلال القنوات الشرعية مع السودان، بحيث إنه يرشح لينا الشباب السوداني من خلال هناك الاتحاد، وفي اكتر من جهة شبابية شغالة هناك، الاتحاد الوطني، بعض المنظمات الشبابية والجمعيات النشطة، ومن خلال الملحقية الثقافية بنقدر نوصل للشباب السوداني. بس في شيء انا عاوز بس أكد عليه في المبادرة دي. المبادرة دي يعني ليها هدف واضح ورسالة واضحة، بناء جيل من القيادات الشبابية تؤمن بالتكامل.
يعني انا عاوز ارجع التكامل والمصير الواحد المشترك لازم الشباب ما شاء الله معانا اربعه في مصر والسودان مختلفه كلهم ما شاء الله يعني على قدر عالي من الثقافه يؤمن نعم. القادة دي وتخرج قادة مؤمنة ان احنا مصيرنا واحد مشترك ونبذ الفكر المتطرف الارهاب جاي لنا ترانسبوندري من خارج الحدود تمام. وبركز على حاجة معينة في المبادرة قوي 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 يمكن دي الرؤية العامة ليها ان انا بعمل حاجة جديدة اسمها قومية حوض النيل يعني ماي هوم از نايل بيزن تمام انا وطني حوض النيل كله زي القوميه العربيه يبقى انا الشاب هيبقى من اثيوبيا بدل ما فاكر مصر دوله معاديه لا ده هو لها احنا كلنا وطن غايب عنا حاليا او ربما القياده مفكره فيه مستقبلا اللي حضرتك دكتور رمضان هو مش غايب هؤلاء الشباب هيطلع منهم نعم اللي احنا بنقرب بقى وبنعرف نفسنا ليهم تمام. وهو بنعرفهم وبنعرف طبيعة لان كتير ما يعرفش طبيعة سودا عندك عنده ارض زراعية اللي هي خصبة جدا كل هؤلاء الشباب اما يحصل تكامل بينهم هو اوتوماتيك هيشتغل على الاستثمار وهيشتغل على يعني اظن سيادتي اللي هو الصندوق الاسود لهذه المبادرة وابعادها ولكن خلينا ناخد من حضرتك طيب دكتور ابراهيم انا سعيد جدا جدا بوجودك ولكن في المحافظه عند حضرتك في تقبل في الشارع لهذه المبادره؟ في ناس كتير بتتصل بينا عايزه تنضم نعم. لكن احنا في يعني شروط معينه مصطفى بيه يعرفها واللي هو شبل يعني الانضمام للناس الجدد طب دكتوره برضه نفس الشيء عند حضرتك في محافظه اسوان فيها قبول لهذه المبادره؟ هو اول ما سمع ان هو ابناء وادي النيل ووحده ما بين ابناء مصر دان ودول ابناء وادي النيل عامه احنا في ربط كده ما بيننا وفي لغه مشتركه بذات اي حد سوداني واي حد من اسوان ففي لغه كده ما بيننا فبصراحه جدا ومتحمسين جدا وعندهم واحنا لما بننادي ان احنا ندعو الوافدين السودانيين هم دول اللي هيبقوا السفراء لينا في بلدهم لان هم هيرجعوا تاني وهيدعوا انه للانضمام للمبادره فبالعكس سعداء جدا. انا شاكر لك دكتوره شيماء كمال محافظه المنسق العام محافظه اسوان تحت عام حضرتك الشكر طبعا وصول مصطفى بيه اللي هو في بس طلب شخصي مني لحضرتك شباب المسابقات على مستوى الجمهوريه لما بيرافقوا معايا احد ابناء القوات المسلحه او من لها كان بيقوم خدمه جميع المسابقات عنها من 2014 2016 تم الاعلان عنها حتى هذه اللحظه لم تظهر النتائج محتاج ادخل مع بعض الاولى لاعلان النتائج ايا كان هؤلاء الشباب يربوا عددهم على 1,250,000 تقريبا نفسيتهم متحطمه عايزين نرجعهم يعني عشان نقول شبابنا ما بيحبش مشاهدينا الكرام سعيدا جدا التواصل ان شاء الله مصر سليمه وفي القياده وفي الرياده مصر أم الدنيا شاء من شاء أبى من أبى إن شاء الله احتفالات أكتوبر قريبا في اللقاء القادم سوف يكون معي من أبناء القوات المسلحة والحديث عن حرب أكتوبر لنتعلم منهم كيف تدار الأمور إلى أن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم أستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.